Wassalamualaikum, berikut nama-nama tempatnya. Bandara Soekarno-Hatta. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Masjid Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini di area Masjid Sab'ah atau Masjid Tujuh. Masjid Quba. Masjid Qiblatain. Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musharrafah. Habib Umar Al-Habshi. Di Jabal Rahmah. Di atas Gua Hira. سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله. di depan syurga, di dalam syurga, dengan pelajar Al-Ahgaf, Al-Habib Kalim bin Ja'far As-Saggaf, Al-Syeikh Shukri Bahreish, Al-Syeikh Umar bin Hussein Al-Khatib, Al-Syeikh Salim bin Ahmad Al-Khatib, إمام باعلوي الحبيب أحمد بن عبد الله بن شهاب الحبيب محمد بن عبد الله العيدروس di depan pemakaman Zambal سيدنا الفقيه المقدم محمد سيدنا علي بن علوي خالع قسم سيدنا با عيسى مهدب كفريط سيدنا الإمام عبد الله بن أبو بكر العيدروس سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد سيدنا عبد الله بن شيخ العيدروس الشيخ أبو بكر بن عبد الله بن شمالة مربع الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور نايك جبل مقام سيدنا عباد بن بشر هذا الحبيب حبيب سالم بن حفيظ سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم أنا أنكني سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم حبيب حبيب عبد عقيل بن سالم الإمام أحمد الشهيد بن الفقيه نبي الله هود عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الشيخ عبد الرحمن باج الحبان سيدنا علوي الإمامين الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر بن حسين بن طاهر سيدنا علوي بن عبيد الله سيدنا عبيد الله بن أحمد المهاجر نبي الله حنظل وحنظلة مقام سيدنا الإمام أحمد المهاجر شيخ السلطان الزبيدية الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي الحبيب عدروس بن عمر الحبشي الحبيب أحمد بن زين الحبشي آل بن سميط الشيخ ياسين الفقيه المقدم الحبيب حسين بن أحمد صاحب الشعب الحبشي الحبيب علي بن حسن العطاس سيدنا الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس شيخ با عيسى قرون ياسين الفقيه مريد ياسين الفقيه المقدم محمد بن علي شيخ عبد الله بن أحمد با سودان شيخ علي بن عبد الله با رأس الإمام الحبيب عمر البار المحاضير نبي الله هادون كيرو مصر قطرية شكرا لكم والسلام عليكم